حين تقول لنا لم تتسلم حركة حماس نفهم ذلك، إنما حين تقول لنا ولن تتسلم حماس أي مقترح من جانب إسرائيل نريد توضيح أكثر. الآن هل تضع حركة حماس شرطين لقبول فكرة التفاوض؟ تضع حركة حماس شرطين هما الانسحاب الفوري من رفح والانسحاب الفوري من معبر رفح؟ نحن كنا قد توصلنا لاتفاق، وهذا الاتفاق كان الإسرائيلي على اطلاع لحظة بلحظة خطوة بخطوة عليه، أوقفوا وقام بإجراءات أحادية، دخل اجتاح رفح وسيطر على المعبر. هذه إجراءات جاءت لتضغط على المفاوض الفلسطيني، فبالتالي لن نقبل فيها، لن نفاوض والعدو يستخدم المفاوضات للتضليل والتغطية على المجازر، فبالتالي ينهي هذه الحالة. ثم جيد أن نعود إلى ما كنا يعني قد توصلنا إليه، أن يكون المقترح فيه نقاط واضحة وتامة، لأن في السابق عندما رحنا إلى يعني جانب ما كان يطلب منا الوسطاء والعدو لم يحترمها، كنا نقول أن هذه مداخل للقراءة التي ستضيف عقبات. طيب نريد أن نوضح الأمر. اسمح لي سيد محمود، عذرا على المقاطعة، فقط يعني يهمنا كثيرا أن تتضح الأمور لمن يتابعنا. أنت الآن تتحدث عن الخلاف الجوهري في فكرة التفاوض، عن الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف هذه الحرب نهائيا، وعن ما سمي في التفاوض يعني بوقف إطلاق نار مستقر أو مستدام. وكانت هناك دول طرف في هذه المفاوضات، قالت حينها على حماس أن تقبل ذلك وسيكون هناك ضمانات بأن يستمر هذا الوقف المستقر ويتحول إلى دائم، صحيح؟ مطلب المقاومة في الوقت الحاضر، خذها مني بشكل واضح فضل وصريح فضل. أي مقترح سيقدم العدو عبر الوسطاء لن نقبل استلامه إلا إذا تضمن إنهاء كل ما قام به في رفح من إجراءات تتعلق في المعبر وقتل وقصف مستمر كما نشاهد في الوقت الحاضر، ثم في الاتفاق وقف إطلاق نار دائم واضحة وانسحاب شامل، وهذا انسحاب كامل من القطاع، انسحاب كامل من القطاع. نعم وليس نعم من رفح. نعم هذا كان في السابق، كان نعم. في السابق حتى نستلم، حتى نتفاوض على التفاصيل يجب أن يعني ينهي ما أحدثه في رفح، لكن طيب. الاتفاق يجب أن يتضمن الانسحاب ووقف إطلاق النار الدائم، يجب أن يكون المقترح متضمن إلى هذه يعني العبارات حتى لا يتم من جديد استخدام المفاوضات للتغطية على المجازر وتضليل الجمهور الصهيوني الذي يقول نتنياهو وحكومته أنهم يريدون إخراج وإعادة الأسرى ويبذلون جهود وهي كذب وضر رماد في العيون. لماذا نساهم في طيب. هذا التضليل وهذه يعني الأغطية التي تغطي على الجرائم؟ فهمت. ولا يقوم في الواقع نتنياهو بأي خطوة باتجاه عقد صفقة طيب. فبالتالي الأصل يكون الموقف واضح فهم وبين.